كل يوم من الاثنين للجمعة من الساعتين للخمسة متاع العشية. عسلامة، مرحبا، أهلا وسهلا بكم الناس كل فين ما كنتوا تابعوا فينا وين ما كنتوا تسمعوا في ديوان فام. هذه حلقة جديدة من فان تايم، برشا حوارات فنية، تغطية لأهم التظاهرات الثقافية والفنية والمهرجانات الصيفية. تلقاو كل الأخبار تباعا عنا حتى الخمسة بتاع العشية كل يوم على ديوان فام. برشا موسيقى بنينة باش نسمعوها اليوم، عايشين برشا أجواء محليهم بيان سور، يصيروا ديما مشاكل في المهرجانات، ولكن خلينا نقولوا عايشين اجواء محليهم. انا نفرح خاصه لنجاح الفنانين التوانسه كي نلقى تقريبا ما فما حتى فنان تونسي السنة اللي طلع على المسرح وما لقاش جمهور. الجماهير التونسيه متعطشه للفنانين التوانسه وكانوا في استقبالهم باعداد غفيره جدا، كوسوا الفنانين الوتريين، الاسماء مختلفة الكل، كوسو سوا زيدا لي رابور التوانسة اللي سيزون اكسبسيونيل السنة وعباو باختو في كل بلاصة ولقاو حظهم أخيرا. هذه حاجة حكينا عليها برشا وقلنا وأنه لابد وأنه النوعية هذه من الموسيقى تكون موجودة في المهرجانات على خطر عندها جمهور كبير برشا وما يجيش نقصيو حتى نوعية من الجماهير. ماضي ساعتين واحدة دقيقة معايا في الفريق كيما كل يوم، اليوم في الإخراج وزير الطاقة الإيجابية نادية بالحاج. هلو ندوشتي الجميلة، مرحبا مرحبا. ومعانا اللي افتك وغار على الكرسي الذهبي بامتياز في الديجيتال، جوهر الساقة. اي نعم اي نعم اي نعم، يعني اي نعم، فكلك البلايصة على غالب. مش نعملوا يا حسام، فكلك البلايصة. سينو في الاعداد معنا لونيك الاكسبسيونيل اللي عينيه كلها كلام وتحكي علي عرود، ونوتر ستاجير اللي متحمسه ياسر للمجال الصحفي والاعلامي وتخدم زيد بقلب ورب الى جانب علي ايناس العلوي. بعد شوية جينا نوتر ستاجير نجم الصاعد، هكا نجم الصاعد هذي مش تكلف له غالية، راهو غازي بالقيد باش يعطينا الترانس ويعطينا لاجندا كولتوريل. أنا اليوم فرحانة برشا برشا باستقبالها، عندي في حدود نمش كبرها هنا راهو، مي بون هذيك هو الواقع. لا محاله هي ما كبرتش، تو تشوفوها بالنسبه للناس اللي قاعدين يتابعوا فينا على الشين يوتيوب تقريبا 10 سنين يمكن ما تلاقيناش. فرحانه وانه جينا بجديد، اغنيه تونسيه باش تكتشفوها معنا بعد شويه. كانت في ستار اكاديمي، عملت تجربه وباساج ممتاز في ستار اكاديمي، فاجئتنا في تونس وقتها بالمشاركه نتاعها و تجارب دونك غنائيه تمثيليه زاده مهمه، اعمال مسلسلات افلام سينمائيه منهم فيلم توا تلقاوها موجود على نتفليكس وتو نحكيو عليه، تفرجنا فيها قبل في البدايات وين التقينا في التلفزه مع زميلنا حاتم بن عماره، عملت الفوازير، وجه جميل جدا، وجه معبر، عندها برشا كاريزما وبرشا حضور. فرحانه وانه بحذايا سميه الجويني. هلو هلو، عفوفه يا غاليه، اسمع القلب يتكلم. والله القلب يتكلم. انا بدي كريتك كريتك منعش، حسيلو عنايا دمعت ونحبك برشا وفريمون سا مغابيل اون تري بيل فترة جميلة، فترة جميلة جدا والله. محليك محليك محليك، ما تبدلتش تو مانيفيك والله. بدلنا شوي كبرنا وتبدلنا، ميسج كبرنا في تعطو من هرمنا هذاك من هرمنا وين ما الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا فرحت ياسر كي لقيتك على انستغرام ولقيت العمل الجديد ولقيت الكليب الجديد، داير اكتشفته على ستوري نتاع حاتم بن عماره اللي نحيي برشا برشا حاتم فوالا اللي احتضنك برشا منذ البدايات سميه وقعد باقي يدعم فيك ويشجع فيك. غياب كمان بعد ستار اكاديمي عملت ماشيه مزيانه في الغناء وفي التمثيل زيدا. انا فاجاتني بالغناء وقتها، اي حتى انا تفاجات نفاجئ سمية تغني. انا ما غنيش، ما في باليش سمية تغني، استعراض مش غناء. انا غني معناتها، اما مش مانيش خفيف شباب، مانيش اسرى محنوش وي
تحية كبيرة ليسرى محنوش سلطانة الطرب محلاها. ما نعرفش يسرى محنوش، أما أنا نحب نغني خاطر نحسوا لي سي أن تو سي أن تو سي بارتي من الاستعراض من الشتيح هذاك فرجة فرجة. هو الفن فيه أنواع وفيه أنماط والساحة تتسع للجميع كما يقولوا، ولكل مقام مقال. مثلا كي باش نعملوا تجربة نتاع فوازير ولا باش نعملوا تجربة نتاع استعراض ما نستحقوش أصوات نتاع طرب ولا أصوات قوية برشا، نستحقوا قويلة صحيحة و مزيان وحضور فوالا كاريزما والحضور. إيه دونك بعد ستار أكاديمي عملنا خطوات باهية ومن بعد غبنا ديما الناس كل تسال في نفس السؤال سي نورمال لوجيك سي أنا من بعد ما ستار أكاديمي عرست فوالا سي سا ça fait longtemps معناتها ça fait 13 ans و بما انه قعدت في الارجنتين سي سا ما نجمتش الارجنتين نستعرف في فرنسا المانيا ايطاليا اسمعني شوف شو نعمل مكتوب بالعربي الارجنتين انا بديت كي قربت مكتوب شو مش نعمل معناتها سي سا وجبت صوفيا بعد جبت سيره وتليت شويه بالعائله وديما نحن لا فام كيما نقولوا عندها بارتي اللي هي تتلهى بها معناتها بسافي سافي بيرسونيل وبما اني انا لاستابيليتي فوالا وانا المشكله اللي عائلتي كونتها بعيد ياسر على تونس وعلى العالم الفني معناتها معناتها ما نجمش نعاود نرجع نمشي حتى جغرافيا صعيبه العمليه معناها لو كان جيت في بلاد قريبه كنت تنجم توافق بين الاثنين ولكن جغرافيا صعيب برشا. دونك بعد الغياب هذايا انا شفتك ايبانوي شيخ مهبطه اغنيه عامله عليها كيف كيما العاده بك الحضور الروحي والكاريزما نتاعك تقريبا توا 3 اسابيع من اللي هبطت الاغنيه شنو ردود الفعل اللي وصلتك شنو ما لي رياكسيون تاع العباد؟ والله اسمعني فما برشا ردود فعل الحقيقه فما ناس حبوها برشا الاغنيه وعجبتهم وديما يبعثوا لي حتى اصحابي اللي هما دي زارجونتا ما يفهموا حتى كلمه يقولوا لي يقولوا لي الريتم وكل عجبتنا ويسمعوا فيها كل يوم واللي تعمل سبورت تبعث لي فما برشا ناس اخرين اللي لقيتهم يقولوا لي تشبه ياسر اغنيه سميره سعيد داكوغ مازال تاع سميرة سعيد انا نحطها وما نحسش التشابه معناتها مي انا توجور نقول حاجه تشرفني برشا اللي تشبه الاغنيه سميرة سعيد حتى الفيديو كليب شبهوه شويه باغنيه سميرة سعيد وانا ديما نقول للعباد هذا نذكروا فريق العمل الكلام اللحن الكليب شكون عملهم هذوما اللحن هي من انت ديما تسالني حاجه انا كان يسمعني اللي نرجع علي شوف لنا الملحن والشعر الملحن والشعر الشعر ما يقتل لي حاسلو كريم الكليب هو تصور الكليب تصور في فالنسيا قعدت خما في الريت لك يجيني واحد ميسج تو علي تو علي الذكرى نتاعنا يعرفني هو الذكرى وين كي جا فينك وين الذكرى يعني صورتها في فالنسيا بما انه حبيت نحط بناتي معايا وراجلي j'ai profité le moment où ils m'ont fait vacances ou sawartom de sawartom معايا خاطر je voulais aussi نقول للعباد اللي voilà سمية اللي عندها برشا ما شفتوهاش اوك علاش انا غبت عليكم راني انا معناتها جي دي في وعندي ما بروب فامي سي سا كلمة ياسين حمزاوي اللي نحييوها برشا برشا ياسين عنده خدمة ياسر مزينة وتلحين غانم اسمعني تلحين غانم اللي هو مش غانم مش ملحنة كهو راهو غانم سي مغني كبير انا كي سمعت الاغنيه تعيشها بصوت غانم صدقني معناتها قلت له مان غانم انا كسرت لها كايم عليك فريمون غانم سي فنان كبير معناتها صوته عنده صوت وانسان متواضع وعاونني برشا راني الاغنيه سي ديفيسيل وسع بالو معايا اون بلوس انا تصور انت معناتها نغني على قد يزيد مبحاحه وقتها جاو مع بعض جاو مع بعض مالغري سا هو عاوني وقف معايا وزاد التوزيع نتاع صابر زواغي اللي تبارك الله عليهم ثنائي وكريم زاد دول بيرو اللي هو كان صاحب الفكره هو اللي شجعني ابو كريم يلا نحييوه كريم دول بيرو برشا كريم تبارك الله عليه زاد وعملنا ايكيب اللي احتضنوني وعاونوني صافي 10 راني بعيده على كل شيء غانم قاعد يغني معايا وديما نحب نعرب كيف يقول لي
يا سمية ما تعربش سي بو اقعد غادي. قلت نحب نغنيها نحب نغنيها كيفك. نو هو غانم مانيفيك مانيفيك تخي بيان. انا اللي عجبني في الاغنيه هو انه لقيت سمية رجعتني لك الزمن الجميل، لك الايامات الحلوه، لك المنوعات الكبرى في تونس، لك الجو نتاع الفوازير بروح العصر بنسق وريتم محلي، جو نتاع الصيف برشا طاقه ايجابيه. دونك كنا مستحقين النوعيه هذه من الاغاني. يلا خلينا نسمعوها عايشه وراجعين. خليكم معنا ضيفتنا سمية إجويني. حوارات نقاش 20 دقيقة كنا نسمعوا في عشها جديدة الفنانة التونسية سمية إجويني. الفيديو كليب موجود على الشين يوتيوب نتاعك سمية. إلى حد الآن عمل 34 ألف مشاهدة على اليوتيوب بعد غياب 10 سنوات. مش خايب مش خايب مش خايب على خاطر لا عملت سبونسوريزاسيون مازالت لا عملت تاباج ميدياتيك لا عملت حتى شيء. هبطت الاغنيه طيشتها على شين يوتيوب وكاهو. دونك اون اي اون تران دو ترافايي سور سا خاطر ديما زاده اوسي جي كونفي في عبيد في شركه معناتها نتاع ميديا وكل وفي الاخر سانا با مارشي. هذيك الحاجة اللي صارت لي معناتها تو في الفيديو كليب اللي اوني اون تران دو سوليسيوني سا افيك كريم. ان شاء الله بيانتو معناتها تولي الفيو نتاعها خير وكل شيء ان شاء الله. وخاطر افواغ معناها سي ان تور او معناها كليب لازم نتفرجوا فيه باش نفهموا الاغنيه وباش تجينا الطاقه الايجابيه الكل اللي حكينا عليها. لقيت انا سمية اللي نعرفها الحاضره روحيا بالرقص بالشو بالفرجه. في الغياب هذايا قعدت باقي تمارس في الرقص وفي الرياضه. في الرياضه سي في الرياضه ديما انا جو سوي في 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 ديلا مو ميم معناتها سي سا اكثر حاجه نحبها في حياتي هي السبور وسي الدانس والتو سكي ارتستيك جادور. وزيدا كيما حتعرف حبيت نقول لك حاجه انا على الفيديو كليب اللي حطيته باسكو جو لي في بور مو ميم ديما انا جا نقولها جي في لا شانسون لسمية خاطر حبيت زيدا بنيتي اللي ما عرفونيش كسمية لا دونسو سمية اللي تشتح سمية بساعات راني نوريهم كاميرا كاشي نتاع عملتها قبل مع بوغنيم مع الراجل الله يرحمه كي نوريهم انا تصويت يقول لي ماما سي توا ولا سي سي فوفو. فوفو هي بنت اختي اللي تشبه لي فرحتي تشبه لك برشا تشبه لي على الاخر ما يعرفونيش انا معناتها كي نشتح ولا نوريهم ساعات هكا ان باساج. الفيديو كليب سي بور سي بور مونتري اوسي لبناتي سمية اللي هي متسنسة تشتح وتغني ومعتها سي مامو الارتيست مغرومين البنات بالرياضة كيفك وبالرقص سيرة سيرة صغيرونة اي هكا نحسها شوية مغرومة مي عندي بنت اختي فرح سيلة هي اكثر هي ممثلة وتغني مي بنتي نعم بنتي نيرد شوية نيرد هكا اي عكس جيو لاختي بدلته بدلته انت اختك الحيوه برشا برشا اللي كنت معك زيدا في المجموعه ونشطوا برشا مع بعضكم. يلا خلينا نرجع شويه نذكروا مع بعضنا ذكريات ستار اكاديمي ترايف نرجع ستار اكاديمي اللي كانت كانت سبب في غياب سمية ولا نو بالعكس نو 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 انا السبب الوحيد هو اللي انا معناتها خاطر قعدت عام ما عملت شيء بعد ستار اكاديمي ما سي سا لو كونترا اي الكونترا مع الميسي هذاك هو معناها يربط زاده يربط معناتها تنجم تقولي لو فون اكسبري باش يحطموك وتو في ريان دي تو بعدهم. انا مشيت لمصر بعد ستار اكاديمي كي مشيت لمصر ما يعرفني حد راه خاطر هما تفرجوا وقت بدا محمد عطيه معناتها ما عرفني حد وبديت انا اسمي سمية جويني كاستينج دور على اليسار دور على اليمين اضحك ابتسم انت خايفه انت تضحك عملت كاستينج من اول وجديد بديت رجعت من بعد ستار اكاديمي ولبنان الناس الكل تعرفنا ومشهورين وكل شيء رجعت لمصر اللي المفروض واحد وقتها يخرج من ستار اكاديمي يبدا يخدم على خاطر ديجا الجمهور عارفه ده في لبنان والمفروض انه يستغل الفتره ذيك وما يعملوا هكا يحطوا كونترا بوهام ما تعمل حتى شيء. فما ناس معينه يخدموا لما اللي يربحوا بيان سور كان اللي يربحوا كان اللي ربح كان يرجع بك الزمن تعاود تشارك في ستار اكاديمي ولا نعاود نشارك في ستار اكاديمي بيان سور نعاود خاطر تعلمنا برشا حاجات من ستار اكاديمي وتعرفت على احسن صحابي اللي هي بهاء وميرا ومريم عطله ومعناتها تعرفت على برشا واحمد شريف
بهالكيفي تعلموا على برشا ناس حلوين. معناتها انا جيم با ما نحبش ندم على حاجه عملتها، ديما نبدا ديما تخرج بالباهي من ديما نخرج بالباهي من اي تجربه. فوالا سي سا. فكرك انك تعيش في اكاديمي ناس تتفرج فيك 24 ساعه تتبع فيك يعني ريتم حياه مشرجي بالدروس والتصوير مش حاجه سهله. معناها نقول لك احنا ما نفقوش راهو صدقني. نحنا كنا اول عباد دخلنا لستار اكاديمي ما نعرفوش شنو هو، فما التالي ما فما حتى حد يحكي معنا، سي انتردي لي كوافور معناتها اللي تحج تعملنا شعرنا وكل شيء ما يحكيوش معنا وما نعرفوش لي كاميرا. انت كيما توقع دينا انا وياك فما هذا وفما هذا، انت ما تحسهمش اللي هما دي كاميرا فما ناس وراهم. ايما انت وقتها كي تبدا عايشه حياتك عاديه في وسط الدار تنسى معناها تنسى لي كاميرا. هاني انا وياك قاعدين توا ترى هذيك الكاميرا تحس بها ما راهيش اما في مخي موجوده. نعم لا في مخك قد ايش نعرف روحي كيفاش نتصرف شنو نقول سي كوم سا خاطر فما واحده كانت هكيكا فما واحدة بركة راني واحدة بركة ما نحبش نقول اسمها أما الباقي الكلنا بالك شي ستار أكاديمي دو بداو يحسوا خاطر شافوا ديجا ستار أكاديمي أما نحن كنا أول واحد أون بلوس دو سا. أنت كيفاش العباد كل علاش حبونا برشا خاطر كنتوا ياسر سبونتاني ياسر سبونتاني ما كان أنا مثلا تعرف أنا شنو كنت نتعار كل يوم راني يوميا حتى نبدا نضرب في راسي بالساعات تقول لي بها يزي 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 يقول لها تي فوكا ونبدا نضرب في مع نورمال بس خرجنا مره لابسين دو بيجاما كيف كيف قلت لي شريتها من سوق سيدي يزي يسكت يزي يش تبدعنا معناتها نحكي لك اونيتي تري تري سبونتاني تري سبونتاني من بعد ولينا نشوفوا في لي فيرسيون اللي من بعد وانه فما حاجات فيهم ان بتي سيناريو مركبين اتسيتيرا تلمون كنت كيرها ستار اكاديمي كنت كرهتهم كومبليتمون معناتها ما عادش نحب نسمعها عليها جمله عرفت كي قلت سي بون نعدي الباج اخرى ونبدا في حياتي. شنو خليك تكرهها؟ التعامل اي نحن بعد عاودنا رجعنا نحبوا نتفرجوا في صحابنا اللي قعدوا وما خلونيش ندخلوا راه كاريمون سي غراف اي مش حلو هذا معناتها سيتي مع اللي صاروا لنا فازيت راهو البودي جارد اللي كانوا قبل يمشيوا معانا باش يهبطونا اللوطه اللي يعمل لي ما تدخلش انا ومش انا وحدي برشا برشا عبيد معناتها سي 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 سيتي ترو دور صراحه بالنسبه لنا اللي خرجنا من الاولانيين سيتي دور ترو دور. علاش هذاك علاش صفحه وتويتها بالنسبه لك انت بعد دونك ما تفرجتش ما قعدتش تتوحش البرايمات اجواء اللايف مع ستار اكاديمي لا نو كنت ليه يعني كيفاش نعاود معناتها نكون حياتي من اول جديد نعاود مشيت لمصر بديت نخدم معناتها نعمل في لي كاستينغ جيساي دو تروفي ان ترافاي وحدي في مصر سيتي با فاسيل هيت نحكي شويه على محطه مصر بالنسبه ليك والدخول ماهوش سهل محطه مصر فيلا مصر يقول لك معناها يا قادم لمصر منك الوف ولا حاجه كيما هكايا دونك باش تفك بلاصه انت باش تمثل ما نتصورش كانت سهله. تعرف انا ما كانتش سهله خاطر جي في بوكو دو كاستينغ او دخلت قريت تمثيل ومن الحاجات اللي علموها لنا انت تعمل كاستينغ وتنسي فوالا الوغ الحظ اللي كان عندي انا يظهر لي اللي كانت فما وقتها موجه الوجوه الجديده. تو ميو وستار اكاديمي عاوني في حاجه اللي فما الناس كمام انت طبعت. عندك باك جراوند وعندك تقول سي في تقول انا كنت في ستار اكاديمي وقت ستار اكاديمي ربح واحد مصري الوغ اوسي فوالا دونك العينين برشا على ستار اكاديمي وكانت فما الوجوه الجديده وهذاك اللي سمح لي دخلت وكان في فيلم بلد البنات ومن بعدها زاد فيلم ورقه شفره وزاد هذاك اللي خلى العباد ولاو يحبوا على وجوه جديده فدوا يظهر لي والا سيتي البيدجي نتاع جات البيريود هذيك البيدجي نتاع لي ستار كان قوي برشا غلاو عليهم برشا الو حبوا يجيبوا وجوه جديده معناتها كانت هذيك ماهيش راهو في نهار وليله هذا بيان سور خدمه نتاع عام وعام ونص ونستنى وبرشا حاجات من بعد قابلت تونس مقيمين غادي في مصر التقيت ببعض الاسماء انا نعرف بالكدا دره خاطر صاحب اختي سندس من اللي قراو مع بعضهم معناتها جوست حتى لتوا صحاب بالكدا وعاونتك دره في مصر وقت انا جيت مازال دره ما وصلتش داكور ودره من معناتها كي دخلت برك الله عليها ديجا عندها معناتها دخلت باب كبير برشا دره انت مشيت قبل دره لمصر جيت انا قبل دره قبل دره جيت ديريكتومون انا مشيت معناتها دره ديجا جيت عندها في تونس مثله كبيره وعملت افلام خدمتها وجايبينها
معناتها اختاروها كمحترفه ولا مي دورا اوسي معناتها مش طلبت منها ولا تطلب مني معناتها انا اون ريلاسيون داميتي اللي عمري ما طلبت منها صراحه و جو سوي سور كان نطلب منها عمرها ما تقول لي لي خاطر اللي توجور جونتي و جينيروز سي سا سمية مزانة وش زيدوا نحكي وبش نرجعوا نحكي على لبنان زيدا وبش نرجعوا نحكي على الأفلام وبش نحكي على الفيلم اللي موجود في نتفليكس تنجموا تفرجوا فيه واللي ما يعرفش سمية ولا نسيها ينجم يلقاها توا تتسويت على نتفليكس اقعدوا معنا وبش نخرجوا إشهار نسمعوا شوية موزيكا وراجعين دونك هذه فان تايم حتى بنا في المتابعة مكملين مع ضيفتنا سمية جويني. سمية جويني اللي كانت عندها صولات وجولات في المنوعات التلفزية في تونس بعدك شاركت في ستار أكاديمي وكانت مشاركة مميزة بعد عملت أكثر من عمل غنائي تمثيل زيدة غابت لاهتمامات عائلية لعائلتها الصغيرة ربي فضلهم لها زوجها بنيتها زوز وحياتها في الأرجنتين اللي ما عندي حتى فكرة على الأرجنتين كيفاش العيشة غاديك هاتا ونجيك دونك هبطت جديد متاحة أغنية صيفي ريتميك جو متاع الصيف أكل الانرجي متاع الصيف هذي كل أنا منعرفش علي ما عملتش حاجة في روح الأرجنتين هكاية بالموزيكا بالمخممتش تانجو أي بالتوزيع بالريتم هذيك تانجو صحيح. لا تجد كل شيء سمية عندي ثقة فيك راهو في ما خممتش فيها خممت في حاجة اسبانيش اي وي انا مدمني في فالنسيا في اسبانيا حبيت نعمل حاجة هكا تيب نتاع فلامينكو يغنيو هما الاغنية نتاعهم الفلامينكو ياسر يشبه لنا بيان سور يشبه لنا برشا هذيك فكرت فيها اما التانغو صراحه سي تريست التانغو التانغو نتاع حب نتاع دراما وانا جو سي اونتي دراما دونك نستناو حاجه في الاسبانيش بيانتو ان شاء الله وي فما اغنيه تونسيه راني تو ايوا جديده نتاع غانم زيدا هو بعث لي قلت له غانم امان هو بعث لي انا باش معناتها مش باش نسمعها غلطت في غلطة عاملة وعملتها يا غانم سمعتها حسيلو يعمل لي متاع راجل قلت له ما يهمنيش فيها يهمنيش متاع راجل متاع مرافنا عجبتني تعرف شنو اللي عجبني فيها قل لي اسكو جي ريزون ولا لا خاطر سمعتها مرة بركة من بعد نهار كامل أنا وبنت أختي غنيو فيها حفظتها تشد الأغنية كابون سور ولاد ون بلوس نتاعنا نحن جونا نتاع بلادتنا نحن معناتها عرفت التونسية نتاعنا عرفت حلوة الوغ سي سخاسا ان شاء الله الاغنيه جديده باهي الكليب نتاعك هذايا اللي رجعت بيه شفنا البنوتات موجودين معاك في الكليب بناتك ما سمية ما خفتش لانه تو فما زوز اتجاهات بالنسبه للنجوم فما اللي يقول لك انا نظهر عائلتي نظهر اولادي وفما اللي يقول لك لا انا نحترم الخصوصيات نتاعهم ما نحبش يدخلوا الى عالم الشهره هذايا اي ماك غايب بعد انت انا شهره في فيديو كليب تاع عمم ميلا بيان سور والله اسمعي انا سالتهم قلت لهم تحبوا تجيو مع ماما وحكيت لهم الكونسيبت هما قالوا لي وي ماما نحبوا وجاو معايا معناتها ما علاش باش نخليهم انا جافي قلت لك الايدي نتاعي اللي انا حبيت نقول للعباد فوالا سمية بعد 10 سنين فوالا سمية هكا انا مع بنتي وحبيت نوريهم معناتها من الكوتي فاميليا نتاعي اما بنتي سألتهم قالوا لي وي احترمت رايهم زيدا معناتها اذا هي تحب تدخل العالم الشهره وتحب تغني قال لك راهم ولاو يبكي ويحبوا يجوا معايا في كل لحظه ماما اللي قدام وفي تمثيلهم معاك وفي حبوا ديما ما تحبوا يرجعوا معايا وحابين الكوريغرافي وكل شيء ويعاودوا كان يحبوا يدخلوا عالم الشهره يدخلوا معاك بوكو با ما تراش مانع ليه ما راش مانع انا جو في دي زونفون بور لا في ماهمش ملكي هما ملك هما ملك رواحهم بيان سور نحن اون في با دي زونفون اللي نحن باش نسطروا لهم فوالا لازم معناتها هما اللي هي اللي تحب تعمله فانت تعلمها الاساس والباز التربيه تكون بون بيرسون وكل شيء وهي تختار حياتها المسيو مش معاك في الكليب معايا المسيو ما ريتوش كي داخل بيديا كيكوش عليها ليه انا قلت بيك ممثل استنبالي داخل قلت عليه بشليكه ممثل تقبيلي بعد لي بشليكه قلت له والصباط اللي شريته لك وينو لازم وجعوا الصباط لا قال لي نسيت الصباط خرج لي بشليكه راجل يعمل لي هكا حلل لي دي قلت عليه ماشي للجنه انت
جنة سمعي. ليه بلس قد نقولك حاجة يعودها يعود يدخل نفس قد نقولك حاجة ما تدخلش معايا أخرج وقاعد بيخف قد وراء الكاميرا يغزلي قد سخفتني يدخل. علمت اللهجة التونسية شوية، يقول كلمات بالتونسي، يقول ربي فضلك ربي معاك. دخلت دي الإسلام دخلت دي الإسلام هو راه ويقول أشهدوا بل ما نرقدوا حتى كي نبدا مش موجوده يقول البنات يقولها ما شدوا ان لا لا يبدا كيكا لا 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 محمد رسول الله وشويه هكا كلام خارج على المنطق معناتها ما كي نتغشش يعرفني كي نقول كلمه خايبه كلمه العركه هذاك هو يعرفني يقول لي سيد غششت انت فهمه وسينو سالو مامي عايده اللي امي معناتها والحمد لله بسم الله وفلوس اعطيني فلوس يقول لي فلوس ما فهمش فلوس ما فهمش والاكله التونسيه اوه انت تشوفني بين كيفاش نروح توا بالقنويه والفلفل أيوة. الفلفل من برا العبيد نتاعنا والزيتون ماما تحضر له مسكينه فليجه نهزها معايا ماكله وما تقعدش نهار تبارك الله الفلفل حكه فلفل كمالها في نار والله ربي معها بالحق. سمية دوك هات نحكيو شويه على الفيلم اللي موجود على نتفليكس، اعطيني فكره عليه الفيلم فيلم ورقة على دوره شفرة اسمه ورقة شفرة، هو فيلم اخراج امير رمسيس الابطال نتاعو شيكو واحمد فهمي وهشام. هو فيلم كتبوه شيكو واحمد فهمي وهشام كتبوه كوميدي انا عطوني دور سيرين اللي هي دور بنيه لبنانيه من لو تبدا جونتي وكل شيء مانيش باش نحرق العباد اللي نتفرجوا فيه وتحكي شويه هكا على كنز لوج على كنز ما الفيلم يضحك انا طلعت في بعد 10 سنين مشى لمصر لقيت المضيفه تقول لي سيرين قلت لها انا مانيش سيرين اسمي سمعي قلت ميسيلش كذا عرفتني قلت في اسمي بعد 10 سنين سي با غراف ميسيلش هاي ميسيلش قالت لي نو انت سيرين نتاع الفيلم راه الفيلم نتاعك في ماست واتش في معناتها في الخطوط المصريه المصريه فوالا ودخلت لقيته موجود الفيلم موجود سام في انورمون بليزير خاطر الفيلم خذا برشا سوكسي صراحه شنو زعما اللي خلاه الفيلم بعد سنوات هذه يتحط على نتفليكس ما ماتش الفيلم ما ماتش كيما نحن عندنا شنو اللي عندنا توي نتفرجوا فيه ديما اسبوعي احنا عندنا اسبوعي فوالا اسبوعي موتشي ما يموتش كيف كيف ورقة شفرة ما ورقة شفرة الناس تفرج فيها وتعاود تفرج فيها وروتانا يعاود يحطوها يعاود يحطوها تلمون الفيلم يضحك الاولاد هذوكم راهو توا سون دي غروند معناتها كوميديين ناجحين فوالا ناجحين دي ستار وكل ياسر عندهم يضحكوا 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 دونك افواغ الناس اللي ما شافتوش في تونس ورقة شفرة موجود على نتفليكس تو تلقاها سمية جويني في دور سيرين سينو فما اعمال اخرى في التمثيل فما حاجه في التمثيل والله فما بروجي مي ما نجمش عفيف نحكي عليه حتى شيء هو بروجي زاده مع ما انت ما عملناش ان شاء الله باش يتصور في فيفريي باش يكون على باللونجلي سي معناتها بلاتفورم باش يكون مش عربيه جمله ما فما حتى شيء كونكري بور لو مومون مي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله في تونس جاوك عروض تمثيل؟ لا في تونس ما جانيوش عروض تمثيل صراحه كان يجيوك تشارك؟ بيان سور كي نبدا دور حلو كل اي بيان سور انا كي نشوف بساعات هكا اخر مره شفت ريم في ريم الريح اللي هي صديقتي وعشيره عمري وكل اللي كي نراها نقول ماذا بيا نكون معناتها نعمل لو رول اللي هي تعمل فيه جو سي كو مش نعمل كيفها هي مي عجبوني الادوار اللي تاخذهم ريم نحس روحي متاقلمه في الدراما رغم اللي انا مانيش معناتها الكاركتير نتاعي سي العكس البكي والنواح وكل مي نلقى روحي فيهم الادوار وكل مي بيان سور كان يجيني اي عرض حقيقه معناتها يكون عميق وزاد رد بالك التمثيل اللي كيتبكي سي بلو فاسيل كتضحك اي مش سهل باش تضحك مش سهل باش تضحك ساعات طويله مش اي حاجه تضحكهم فوالا معناها معناتها نحب نجرب تاع الادوار الكوميديه الدرامية نحس روحي اكثر فيها مي اوسي جو فوا كو كان نعمل حاجه كوميديه زاد معناتها جمال ديال الفيلم ما نعرفش كان تمشي معايا ولا مي انا نحب نعملها
تري بيان. بي سمية دونك حكينا على الموزيكا، فما اغنيه جديده هاي فكتها الغانم بصفه عليه. بصفه عليه. بصفه عليه. وكلم مرته ديريكت. نستناو العمل الاخر اللي قلت عليه بالانجليزيه حتى زيد توضح، ربي يسهل. ان شاء الله. سينون باش تقعد توا بما انك وليت مستقره في اسبانيا ما عادش في الارجنتين، دونك ديجا قربت. نتصوروا انه هذه مش مجرد انه كيوف ورجعت للساحة وهبطت كليب، ولكن ليه فما إمكانية وأنك باش ترجع سيريوزمون تخدم في المجال الفني؟ سؤال صعب من الباك هذا. أنا كيما قلت لك عفيف في ظهري ما مانيش نغمم في النكست ستيب. أنا I'm enjoying the process. حبيت نرجع بغنية، حبيت نرجع للدومين الفني بما إني راهو سي با فاسيل 10 سنين تلقى روحك في بلاد ماهيش بلادك، تحكي في لغة ماهيش لغتك، تلقى روحك أم اللي أنت عمرك ما علموناش نقولوا أم معناتها. لقيت روحي كومبليتمون ديفيرونت، كي لقيت روحي قريبة توا رجعت انطلقت من غير أي تكتيك، من غير أي نظام. عطيني نحب نرجع نغني، نحب نرجع نشتح، نحب نرجع نمثل، مي ما نعرفش سكوا النكست ستيب. وعملت الفيديو كليب صدقني مانيش نستنى باش تاخذ 1 مليون فيو ولا واو سمية جويني 1 مليون فيو. اي دونت كير، انا عملتها ليا انا. اي ما كانش علاش ليا؟ بيان سور بيان سور الى جي بيان سور مع افيك ان غران بليزير، اما اي دونت اكسبكت اني ثينغ، معناتها ما نستنى حتى شيء. عندي حاجه برك متاكده منها، الانسان اللي يحب حاجه من قلبه من داخل ويسعى فيها ويعلم ويتعلم فيها برشا برشا ويسعى ربي باش يعطيه وباش نهار جوغي ال 1 مليون. فهمت؟ توصلهم. مي ومام باسكو تلمون نحبوا الدومين هذايا اللي جو لو في من غير ما نستنى حتى شيء. معناتها تنجم تقول لي جوغدوي كمثل فيلم، نقول لك ما تدفعليش فلوس مش مون فو. معناتها نجم نجيك بلاش انا. اعطيني خاطر جامغي بيان جو لام. خاطر سي ان دومين تحبه. سي ان دومين نحبه. وخدمت بالبلاد. فوالا معناتها مش مستنيه باش تولي مشهوره ولا مليونيره ولا عندي برشا فلوس. نو جو لو في باسكو جو لام. باغامور. فوالا. سمية جويني ميرسي. فرحت برشا بالاستضافه، نورتني ياسر. اون فيغا دونك النكست ستيب شنو باش تكون ان شاء الله. ان شاء الله. خليوها إن شاء الله. للقدر. انا نحب نقول لك عفاف اللي نحبك برشا. و والله نحبك برشا وفرحت برشا 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 وميرسي على دعمك ليا وعلى الاستضافه الحلوه هذيا. تو مانيفيك. كنتي زايده وانتي زايده وانا زايده نحبك برشا وفرحت كي لقيتك رجعت تنشط وان شاء الله الخطوات الجايه نزيدوا نلقاوك اكثر في اعمال تونسيه واعمال عربيه زايده نفرحوا احنا الكل فنان كل مبدع كل تونسي اللي يلقى ثنيته ويلقى طريقه وربي فضلك العائله والبنات وتفرح بيهم زايده. روحت كي عدي 10 سنين يبعد على المجال وهو في الطلوع نتاعو رسالة كبيرة وحاجة مهمة ياسر تضحية اللي تستاهل وتستحق. سي با دو غاشي با دو تو بالعكس تستحق. عملت لو بون شوا أهم حاجة في الدنيا هذيا هما بالحق. وليداتنا نجاح هذاك من عند نجاح نجاح. فيليسيتاسيون بور سو شوا وإن شاء الله بون غوتور. عايشة ميرسي بوكو. كانت معنا سمية إجويني. احنا باش نخرجوا مع رامي عايش وراجعين خليكم معنا هذه